اليوم يا الربع بقول لكم عن مسألة في داخل سجون أمريكا يسمونها the hook up the hook up you got hooked somebody gave you the hook up معناتها أحدهم ضبطك أو بالعامية المصرية والضبوط وعادة الهكب تستعمل من قبل السجانة ضد المساجين والمساكين خلنا نبدأ من أول picture this 2010 سجن القرن والساعة الرابعة صباحا في سجن القرن يفتحون أبواب الزنزانات الساعة ثلاثة ونصف اي نعم ثلاثة ونصف صباحا يفتحونها وعندك ربع ساعة تجهز نفسك تلبس البدلة الميري عزكم الله تلبس الحذاء تحط الاي دي وتجهز نفسك للافطار لازم تكون جاهز خلال خمسة عشر دقيقة وإلا راح يفوتك القطار وإذا فاتك القطار ما في افطار لك تجهز تلبس تطلع برا الزنزانة توقف عند البوابة الرئيسية داخل العنبر يفتحون البوابة الرئيسية تطلع بالدور واحد وراء الثاني وكأنك في مدرسة المتوسطة للبنين عبد الرحمن الدعيج وتمشون في طابور طبعا خطوط صفراء لازم تمشي وراها إلى أن تصل إلى تشاو هول مكان اطعام المساجين بالدور ندخل واحد ورا الثاني الدور الى ان نصل الى شباك الاطعام يعطونا الصينية تري عليها اكل ومعها غلاس فاضي غلاس فاضي كوب فاضي على اساس انك تروح في زاويه المقصف في زاوية الشاوهول في زاوية المطعم في ديسبنسرز مطارات كبيرة من ستينلس ستيل ولها حنفيات تفتح تشرب ماء بارد ذا هذا المكان الوحيد اللي تحصل عليه ماء بارد أحيانا والأخرى الحنفيات الأخرى حليب إيه نعم في الصباح يعطوننا حليب طبعا مش حليب البقر ولا حليب الماعز ولا حتى حليب لاي حيوان اخر باودر باودر ميلك اشبه بحليب النيدو او حليب التموين تاخذ الصينية تاخذ الكوب تبي حليب شت تبي ماء شت بارد سرسح حرق القلب طبعا في داخل الشاو طاولات وكل طاولة عليها أربع أشخاص كل هدوء من غير صوت من غير إزعاج تأخذ أغراضك ترجع تقعد تشرب تأكل عندك خمس دقائق إن خلصت كان بها إن ما خلصت وجه السجان وقال لك أوت تأخذ بعضك وتمشي وتقطع أغراضك وتمشي ما في تلت الثلاثة كم ولا تقدر تقول لا ولا خلني ما خلصت المهم خلني اقول لكم سالفة الحليب في داخل التشاو في سجانة يعني تقريبا خمس ست سجانة يراقبون لا يصير في عراق لا يصير في هوشة لا يصير في مشاكل او ازعاج او اي شيء او واحد يبي يدلع يبي ياخذ راحته في الاكل انت يعاملونك معاملة العسكرية تقعد عندك خمس دقائق تاكل وتمشي هذا واحد من ربعي اعرفه اسمه نوكي نوكي يحب الحليب راح صوب الحليب طبعا اول شيء حط الصينيه مالته على الطا... على الطاوله راح صوب الحليب طالع بلاص الحليب ولا شيء غريب اوكي عاده اللي يطبخ الاكل داخل سجون امريكا هم المساجين الاخرين كل واحد وظيفه عنده اللي يصنع الحليب اللي يسوي الحليب داخل المطابخ مسجون اخر ولكن شو يسوي اكياس الباودر الحليب الباودر اللي يعطونه اياه ثلاث ارباعها يهربها ويرجعها العناب ويبيعها فالناس تقعد على السرير تكثر من الباودر تحط شويه ماء حار تشرب يبيع ترزق الله الربع من كل كيس يستعمل ربع يصنع الحليب للآخرين وفعلا جاء نوكي طالع يعني الحليب ما كان يعني خابط فعلا وكأنه حليب كان لونه أبيض ولكن يوم تذوق ولا ماء بشكل حليب يعني خفيف مرة زعل نوكي يعني مختاض جدا لانه هو يحب الحليب. وفعلا هذا المكان الوحيد وهذا الوقت الوحيد اللي احنا نحصل على شويه كالسيوم. طالع يمين يسار بيد الكوب مختار طالع يمين يسار ما عرف يكلمه شو يشوف ولا عندنا ضابط ملازم اول آه مره خل نسميها مس ريتشرسن. راح عند مس ريتشرسن قال لها مي مام كان يقول له بيضه شجره آه لا هي جميله ولا هي قبيحه لا هي طويله ولا هي قصيره لا هي متينه ولا هي ضعيفه لا هي طيبه ولا هي شريره يعني هي بين البينين ما عرفنا انها شريره لأبعدين ولكن في حاله مسكين ما يدري راح يقول excuse مي مس excuse مي سارج lieutenant عندي مشكله بالحليب واتس رونج وذ ات شنو يقول الحليب خفيف؟ water down اتس water down man اتس water down كانت تطالع كانت تطالع الكوب شن يقول me سي كان تاخذ الكوب من يده شن تسوي كذا؟ شن تعطيه اياه وتقول له سي ناو يو لايك ات باتر ناو؟ ناو جيت اوت اوف ماي فيس مسكين نوكي اخذ الكوب من ايده طالع يمين يسار من صدم هل فعلا هذه الضابطة اللي أنا جيت أستنجد بها just now spit in my drink لا تنسون يا الربع أن المكان هذا فيه كاميرات ولكن نوعية الضابطة هذه ما همها أخذت الكوب منه قالت له أويا أو خفيف أو أوكي شوف اذا انا هي سويت لك صلحت لك اياه على مزاجك مسكين صاحبنا نوكي بلا العافيه شرطيه ضابطه طالع ثلاث اربع ثواني مسكين يبحلق في الكوب يبحلق فيها ويطالع يمين يسار المساجين الاخرين كلهم يعني صكت فيهم الدنيا يعني مو بس قله ادب يعني مهما كان المسجون عنده كرامه أو ما تبقى من الكرامة. حرام هذا اللي سويتيه يعني. ولكن المساجين الآخرين لا حول ولا قوة مساجين كل واحد نزل راسه وكمل أكله. ونوكي صاحبنا أخذ الكوب راح فرغ الـ 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 الحليب الخاثر الآن بسقط الآنسة وغسل الكوب من جديد. حط فيه ماء لأنه اجين هذا المكان الوحيد اللي نحصل على ماء بارد وقاعد على الطاوله متضايق ردينا العنبر طبعا نوكي متضايق بالكويت يقول لك بلع العافيه وخلاص يعني لا رقوه بعد ثلاث أربعة ايام احنا في عنبر يسمونه جي دوم جي ون جي تو عندنا الوسيلة الوحيدة ان نروح للكانتين نشتري اغراض خاصة فينا عن طريق الاي دي لازم ضابط العنبر يطلعك شخصيا يقول اوكي وينك تو جيت ريدي فور كانتين نتجمع عند الباب يفتحون الباب الرئيسي نمشي بالدور الى ان نصل خارج المبنى طبعا أجين المنتجع وكأنه حرم جامعي مباني وزرع وخضرة شو شجيرات وهذا مبنى الكانتين، كل مبنى فيه أربع شبابيك للكانتين، تلقى فيه دور هنا ودور هنا ودور هنا وهكذا. إي جي 2 ريدي فور كانتين، كل واحد ياخذ معه الباق ماله، مع, مع الأي دي لابسين ملابسنا، نطلع مع سارجنت يودينا نوقف بالدور. السارجنت بيده وادي واكي توكي. الجهاز اللاسلكي. التاور برج المراقبة يشوف الجميع يشوف المباني كلها التاور يشوف احنا عنبر جي في عندنا عنبر جنبنا اسمه عنبر دي دال مسجون من عنبر دال مزرق مهرب من العنبر ماله يبي يحاول يجي معنا للكانتين يشتري بعدين يرجع لان في بعض الاماكن مو على كيف تروح الكانتين متى ما تبي مرات سبع ثمان ايام مرات عشر ايام وما تقدر تروح الكانتين مره كل اسبوعين مره الناس تبي حاجيات اللي يبي صابون اللي يبي ديودرنت اللي يبي شويه شيبس اللي يبي كوفي المهم صاحبنا هذا مزرق من عنبر دال وحاول يدخل الطابور اللي احنا فيه احنا معانا السارجن معانا الضابط معانا كل شيء التاور يقول اي 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 10 15 10 15 somebody just get out just got of the dome trying to to hit the window trying to hit the window ستارجل معنا سمع ولا هذه جايه ركض ما غيرها هذه الضابطه مرت قبل كم يوم سميناها مثرت شرسن قلت لين الطابور اللي احنا فيه طبعا برج المراقبه قال ان اللي مزرق شكله لاتينو ما هو اسود ما هو ابيض شكله لاتينو وقفنا بالدور احنا ناطرين الكانتين شباك ولا هذه شاده حيله وتي حق واحد واحد اي واحد في الدور شكله لاتينو وكما هو الحال في حياه ياسر البحري حظ ولي ذكر ولا تي عندي شطاجه تقول لي جاس قرار ديدون كان طالعها وقال نو مام يو شور؟ يس مام شور وين يو سليب ات؟ قلت عنبر قلت له لا اكيد شان اقول له يا مام اكيد فجأة الضابط اللي هو مسؤول العنبر طالع حالنا قاعد يأشر انه فعلا هذا معاي ما عجب هالكلام ولا فجأة جنة جنونها وقامت تسبني بالانجليزي طبعا جابت وجهها لوجهي وجه بوجه يو مضف بيسش وانا طبعا بالعافية العافيه ما اقدر حتى ارمش مضف يو ميك فان اوف مي كان طالع عشان اقول أنه ما no, انت تستهزئ فيني لا نو no, ما كان طالعني مره ثانيه كان تمسك الاي دي مالي وتحاول تحفظ اللاست نيم الاسم الاخير I got news for you لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحركت شو اطالع الضابط واقول له يا طيب شو السالفة؟ قال والله ما ادري يا البحري بس مبين عليها ناوية الشر عليك تعرفها انت؟ قلت والله ما اعرفها اول مرة اشوفها يعني شايفها بس اول مرة بيني وبينها وجه بوجه ما عمري Man, I don't know man, you'll be alright, right. يعني ستكون على ما يرام. Don't وري too much. الكلام هذا يوم السبت الله أعلم. يوم الأحد أخوي عبد الله طب أمريكا. أخوي عبد الله يجي يزورني بالسنة مرة بالسنة مرتين. طب أمريكا يوم الأحد. كلمته قال لي ياسر قلت الحمد لله على السلامة. قال انا السبت القادم عندك لان الزيارات عندنا سبت واحد سبت واحد سبت واحد قال يا البحري يعني انا توني طاب امبارح والسبت الجاي ان شاء الله الاحد الجاي انا يعني عندك قال خير ان شاء الله الحكي يوم الاحد يوم الاثنين نادونا مره ثانيه قال لي بروح الكانتين يلا وقفت بالدور يلا خير رحنا الكانتين اعطي الاي دي حق المسجون هو البياع يقول لي الكرت مالك عطلان عطلان مرة ثانية قلت له يا معود شيك ليكون عندك خطأ قال يا معود عطلان موقف أحد موقف الكرت مالك دي أكتيفيتد والعصاري يجي وكلم الضابط قلت طال عمرك موقفين الكرت شو السالفة؟ تدري هذا بعد حياتنا ما نقدر ناكل اكل المطاعم عندكم لان اكلكم ما ينوكل انا هل يحطوا لي فلوس داخل كانت الاي دي اساس اشتري واكل قال والله بحري الطريقه الوحيده انك تكتب طلب وتدزه حق المبنى الرئيسي وتقول لهم انا الاي دي مالي عطلان وابيكم تصلحونه اكتيفيت ماي اي دي واكتب الطلب الكلام هذا الاثنين واكتب الطلب يوم الثلاثاء المفروض يجيني رد منهم. ما جاني رد. قلت اوكي نظام دول العالم الثالث، فعلا انت في سجن داخل امريكا ولكن طريقه اداره سجون امريكا وكانك في دول العالم الثالث. بطء شديد لدرجه انه يغمى عليك. من كثر ما انه تشبك من السافة من اولها لاخرها. سواء عياده الاسنان، سواء الكلينك العياده الصحيه سواء الاداره سواء الخطاب والجواب والرد اجراءاتهم بطيئه تقتل خير ان شاء الله طلب ثاني بليز ري اكتيفيت ماي اي دي بكره جا عندنا تعداد خلصنا تعداد ولا اسمي في المكبرات البحاري، البحاري، كم تو come to the officer station. تو come to the officer station. اسمي هذيل انا تدرون امشي جنب الحيط يعني واروح حق الضابط داخل الاوفيسر ستيشن اقول له امرني طال عمرك انا ياسر البحاري محبب؟ ولا ولا شو يقول انت شو مهبب؟ قلت له مهبب والله مو مهبب والله ما سويت شيء شو يبونك في مبنى الاداره الـ مبنى الامن هذا مبنى الامن كل الضباط فيه من العقيد الى الملازم اول كلهم هناك واذا عندهم مشاكل مع العصابات ولا عندهم مشاكل حرب ولا عندهم مشاكل اي شغله جد ينادونك مبنى الامن يعني بما يعادله عندنا في الدول العربيه وكان ناس رفعوا التليفون وقال لك تعال نبيك مطلوب انت في امن الدوله امن الدوله شو مهبب انت والله ما سويت شيء اوكي طبعا انا قلت ارجف من الخوف وكاني سمكه خارجه من من الماء اي أيوة والله وكاني مواجه قطار بسرعه 180 كيلو بالساعه وجاي بيصدمني وجه بوجه القلب قام يختف بلغت القلوب الحناجر امر الدوله شبي قال لي مهات هذا تصريح مرور يلا افتح لي الباب واطلع واروح المبنى ولا اشوف ضابط يقول لي سدان ظهير عندهم بنش خارج المبنى تحت الشمس اقعد خير ان شاء الله قعد وما زلت يعني ركب ارجف من الخوف امن الدوله شيبون هذي واللي شوي ولا خمس ست ضباط فجأة طلعوا من الباب من الباب الرئيسي اللي مبنى الأمن وفي الإدارة داخل خمسة ستة طلعوا ضخام وكل واحد بيده أساور فضية مبين عليهم الشر محمرين تيرن أراوند كف أب تيرن أراوند كف كف اوف يا أو ويلي خمسه سته متجمعين عليه ويبون يحطون الاساور الفضيه على ايدي رحت بشربت ميه يا البحري مبين عليهم يتبطون في بطنك الحين بيغسلون شراعك عاده إن هذه الاجراءات اذا مبين عليهم الشرار في عينهم وخمسه سته جوك على اساس يلقون القبض عليك ويحطون الاساور الفضيه معناته في المساله ضرب في المساله تكسير ضلوع في المساله آه ضرب بالبسطار حشاكم دحس على راسك بالبسطار مره مرتين ثلاث انا الحين قاعد اقلب براسي اقول انا سويت انا يا ربي شنو سويت اللي خمسه سته تجمعوا علي وبيحطون الاساور الفضيه علي والشرار طالع من عيونهم ومرغم أن اخاك لا بطل اي ترن اراوند اند واحد يتلني من اليمين واحد يتلني من اليسار ويدخلوني داخل الإدارة مبنى الأمن ويدخلوني المكتب ولا يدخلوني مكتب كبيرهم اللي هو يسمونه سي اي او الشيف اوبريتن اوفيسر حق مديرية السجن بأكملها عقيد كولونيل كورنر ما انسى اسمه شوارتز كورنر شوارتز انا طبعا ماني قادر اصلب ما انا ماني قادر اصلب حيلي ما انا ماني قادر, ما قادر اوقف من شده الخوف طالعني الست ضباط الحين كل واحد بعين الشر هو قاعد على الس... على الكرسي مالي طالعني يوم التفت على اليمين ولا هذه الضابطه الملازم اول المرأة اللي حاطة علي من قبل يومين على سافة الايدي والكانتين طالعها طالعني كانت توقف على حيلها هي كانت قاعدة على الصوفة توقف على حيلها داخل مكتب وتجيب وجهها بوجهي أجين وارجي سي وارجي سي مضى وسبني مرة ثانية اوه يو برا هيت ان مي يو برا يو برا هيت اون مي يو برا هيت اون مي انت تحاول ان تأجر الاخرين انهم يضروني في الخارج انت تحاول ان تتأجر الاخرين يضروني في الخارج you put a hit on me انا متعجب من كلام هذا ايش قاعد تخرب ايش قاعد تقول ولا تمثيلية قدام المدير نفسه هذا سي او تقول ان جت لها اخبارية من مساجين اخرين تعرفهم ان انا بالعنبر متحلف فيها انها سبتني عند الكانتين ان انا متحلف فيها وان انا قاعد اقول راح اكلم اهلي برا لما هي تطلع برا السجن اهلي راح يرمونها. والله العظيم فيلم مصري هذا فيلم هندي هذا فيلم اكشن هذا جاكي شان وانا طبعا اعتذر واقول لها نو مام نو مام نو مام نو نو او نو او نو مام نو مام ولكن 13000 نو no, 13000 مام سيدتي طبعا هذا لازم تكلمه بالطريقة هذه يس yes, مام ونو مام no, مراد سمع الكلام وتقرب وجهه وطبعا من كثر ما هي تتكلم ان سعابيله في وجهي تطشر وانا يعني قاعد احاول يدي يعني مقيده للخلف ولا هذا المدير طالع يقول what's your هم تجمعوا الحين قربوا قربوا خلاص يعني سكرت الدائره علي أنا والله العظيم يا الربع إني غمضت عيني وقلت أتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن أنا عارف تكست بوك ستايل أي بي سي يخترقون المشكلة يقطون الأساور الفضية عليك خمسة ستة يتجمعون عليك داخل المكتب مكتب المدير نفسه ما في كاميرات وتوطوها في بطنك لا حول ولا قوة إلا بالله غمضت عيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في قلبي، طبعاً غصب أنطق الكلمات وبطل عين وحده وما زالوا حولي، ما اختفوا الناس الحين حولي وقمض مره ثانيه ولا أسمع المدير نفسه يقول لهم leave him alone just take this mother terrorist to jail سبني قال تباً له تباً لك يا وقت اذهب الى الجحيم خذوا هذا الارهابي وحذفوه في الانفرادي انا يعني ما قص عليكم يا الربع انا ارتحت شوي نفسيا انا يعني عندي الانفرادي اهون من ان الناس هذه تتوطى في بطني وانا مقيد اليدين بس شكيت فيهم قلت ها يعني فعلا راح ياخذوني انفرادي ويتركوني وشاني ولا وفعلا واحد تلني من اليمين واحد تلني من اليسار ودز فيني يودون الانفرادي دخلوا الانفرادي قاعدوني في غرفة وحركهم داخل كل انفرادي عند كل باب انت ما تشوف لان انت داخل انفرادي بس في الخارج عند كل باب في شيء يسمونه فيس شيت الفيس شيت هذا صحيفة صورتك رقم السجين وانت ليش في الانفرادي اساس اذا ضباط بكره جم ولا مدير السجن خذ فره ما يحتاج يقول جيبوا الملف خلينا نشوف سالفه امه هذه يطالع الفيس شيت يبين اسمه فلان سجين رغم السجين كذا وهو في الانفرادي عشان كذا اوكي يوم يومين ثلاث اربع اسبوع اسبوعين ثلاث كل واحد يجي يقول اسكيوز مي سير اسكيوز مي سير انا تحت التحقيق يا يا يو اندر investigation اقول له ليش؟ يطالع الفيس شيت بعد يطالع المره يقول ما اقدر اجاوبك ويمشي. ما قد ايش مسوي انا يعني اختيار الرئيس ولا شو مسوي يعني؟ شو مهب؟ واحد ورا الثاني كل يوم واحد ورا الثاني اسال يا طيب اكسكيوز مي اي 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 سارج اي 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 لوتننت اي 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 كورنر أي, اي 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 ميجر ما خليت احد ما سالته. وما حد معطيني وجه طالع الفيس شيت وكانه مكتوب عليه كلام طالع الفيس شيت طالع يقول I cannot tell you ويمشي شنو مكتوب على هالفيس شيء ماني عارف وعلى هالحالة خمسة وأربعين يوم خمسة وأربعين يوم ولا الضابط اللي قطني الانفرادي هو اللي مار يمرون الصبح مرات ياخذون فرة كاملة الدور الأرضي الدور الأول ويمشون ونادي اكسكيوز مي كونر اي كونر اكسكيوز مي كونر وات وات ذا هيل يو وانت قلت اكسكيوز مي سير قطيتني انفرادي صار لي 45 يوم يا معود ترى انفرادي عندكم المفروض اسبوعين ويجدد المفروض ان انا تحت التحقيق اسبوعين وتمشوني ما علي شيء جددتوا لي ثلاث مرات ترى انتم يطالعني ويطالع فيس شي وابتسم ولا اخيرا تذكرني ولا نساني ولا السالفة كلها هوكب ذا هوكب ما سويت شيء انت ما عليك شيء ولكن أغضبت أحد السجانة أحد السجانة غضب عليك فحاول أنه يأدبك فمثل السالفة هذه كلها تبل عليك وقطك انفرادي قصدنا نقطك انفرادي أسبوعين ثلاث أربع بالكثير ولكن يا البحري ترى نسيناك ولو مو مذكرنا بعد خمسة واربعين يوم كان قاعدناك بعد خمسة واربعين يوم والسبه the hook up you got hooked أحد السجانة ضبطك أحد السجانة وضبك وفعلا أنا كنت ضحية المارة هذه إن ما عجبها شكلي وغضبت علي غضبا شديدا وما اكتفت إنها تقطع الكرت مالي تمنعني من إني أشتري من الكانتين قررت إنها تقطني انفرادي on the house بلاش من غير لا أهم ولا دستور لمدة خمسة وأربعين يوم